قال العاقل: وضده من لا عقل له. ودائما إذا وردت كلمة عاقل تجد أن بعض الناس يقول عاقل ضده المجنون، والصواب أن يقال عاقل ضده من لا عقل له، فيدخل المجنون والكبير المهذري، لأن حكمه حكم المجنون. إذن عاقل نقول ضده من لا عقل له. فمن لا عقل له إما لجنون، سواء كان الجنون أصليا أم طارئا، وإما لكبر بأن بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه وزال تمييزه، فهذا لا يجب عليه الصيام.